لاجلك يا مدينه الصلاه اصلي لاجلك يا بهيه المساكن يا زهره المدائن يا قدس يا مدينه الصلاه لاجلك صلينا وسنصلي دائما وعيوننا ترحل اليك كل يوم مرحبا بكم الى حلقه خاصه عن القدس وقدسيتها في الادب الفلسطيني والعربي والعالمي ولن ننسى أن نعيد عليكم رغم الجراح بقصة قصيدة عن العيد تخفف آلام المكلومين وتأسو بعض الجراح كل عام وأنتم بخير وإلى أول محطاتنا يصادف اليوم الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة نكبة فلسطين التي لن نتحدث عنها ولا عن ادبها في حلقه اليوم، وانما سنتحدث عن القدس وقدسيتها في الاداب العربيه والعالميه. وكيف هزم ادب القدس الادب الصهيوني وقاد اخطر الحروب على الدوله المزعومه التي بدت عاريه امام اداب عظيمه جردتها من كل مزاعمها وكانت دائما خط دفاع لا يلين ولا يستكين وكانها الجدار الامامي السامق. الذي يحول بين قدسيه القدس ودنس الغزاة. نفتح الملف مع ضيفين كريمين نذرا كل حياتهما الادبيه للدفاع عن فلسطين وقدسها. ولكن بعد هذا التقرير. <applause> ان الهويه بنت الولاده لكنها في النهايه ابداع صاحبها. يقول الروائي العراقي علي بدر صاحب روايه مصابيح اورشليم التي ترسم منحنيات القدس الزمنيه والمكانيه ان اعمال ادوارد سعيد هي اخطر الحروب على اسرائيل وكذا كانت الاعمال الادبيه والفنيه على طول خط الصراع جدارا لا ينهد مهما كثر الحفر تحته بحثا عن الهيكل المزعوم فكسب الادب المنحاز للقدس الحرب جوله اثر جوله منذ الحروب الصليبيه حتى اخر انتفاضه اشعلها حي الشيخ جراح تذكروا عهد بلفور فقلت لهم ما تستجدونه عهدي به القدم انها المدينه الجامعه قدس الاقداس وقبله الشعراء والادباء التي لا تجوز صلاه ولا ترفع إلا لم يولوا وجوههم شطرها فكأنها بموقع الفاتحة من الأدب أو هي شهادة لا بد من نولها لمن أراد توشية أدبه بالمروءة وإعلان أقصى انتماء ممكن للإنسانية وقضاياها تلك القضايا التي تمتحن مؤقتا في كل مكان على الأرض ولكنها راسخه ممتده في فلسطين لذا راى كتاب عالميون في الانحياز للقدس وتحررها اختصارا غير مخل لكل قضايا التحرر وظلت اسرائيل تخشى ادباء نوبل الذين ناهضوها واثروا ايما تاثير في الراي العام العالمي. من جونتر جراس الى توني موريسون الى وول سوينكا واورهام باموق وغيرهم كثير. ولم يستطع ارث اديب اسرائيل النوبيلي شموئيل اغنون ان يقاوم مد الحق والمنتصرين له. فسلاحه الوحيد كان العنصريه واختلاق قدس زائفه، لا رائحه لشوارعها ولا ظلال للمارين في تاريخها الطويل. فكأي من قرية بنيت بالطوب المشوي على نار القصائد والأهازيج وحكايات الأمهات عن الشهداء هناك حيث تبدو الظلال أطول إذ تنعكس عن شوارع القدس العتيقة لمناقشة الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين الشاعر جعفر حجاوي ينضم إلينا من الكويت مرحبا بك أستاذ جعفر حياكم الله جميعا وشكرا لتلفزيون سوريا فضائية تلفزيون سوريا على هذا آه هذه المقاو... هذا الاستضافة وحياكم الله وحيا الله ضيفنا الكريم وكذلك أرحب هنا في الاستديو بالأستاذ سمير عطية مدير بيت فلسطين للشعر وثقافة العودة أهلا ومرحبا بك أهلا بكم وأهلا بجمهور سوريا وفلسطين أهلا وسهلا ومرحبا بكم ما أبدأ, أبدأ معك أستاذ جعفر ما زالت القدس والقضية الفلسطينية عموما في قلب اهتمامات الأدب والأدباء بوصفك واحدا من شعراء الجيل الجديد كيف تقيم حضور قضية فلسطين والقدس والأقصى في الأدب الجديد في أدب الجيل الجديد الحقيقة يعني في هذه الـ في هذه السنوات يشيع شعر الـ الشعر المتصوف لا أقول الصوفي ولكن أقول المتصوف الشعر المجرد الذي يعني ينظر إلى الأشياء بـ بروحها المتجردة بروحانية نعم لكن رغم هذا آه، كل شاعر او كل انسان ملتزم بي... بحد ادنى من قضايا الانسانيه العادله آه، في شعره وفي حياته آه، تجد ان القضيه الفلسطينيه هي محور اساسي من محاوره واهتماماته بعض الشعراء يعني نراهم آه، يعني آه، يتنازلون قليلا او يبتعدون قليلا عن التطرق الى القضيه الفلسطينيه في شعرهم، خاصه القضيه الفلسطينيه، لكن تكون هذا بسبب مصالح ماديه مرتبطه ببعض الجهات والمؤسسات. لكن في النهايه اذا اذا وضعنا الامر على 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 الميزان الانساني نرى ان الشعراء الملتزمون أو أن الشعراء الملتزمين بقضاياهم العادلة وبقضايا الإنسانية جمعاء بقضايا الأمة العربية والإسلامية نرى كفتهم ترجح كثيرا ونرى أن شعرهم هو الأخلد وهو الذي تحفظه الأجيال وتردده جميل أستاذ سمير أدب القدس تحدثنا عن الأدب الجديد وتحدث الأستاذ جعفر بصراحة عنه ومهم هذا الامر طيب لكن ادب القدس ليس ادبا جديدا هو مستمر منذ حادثه الاسراء والمعراج الى اليوم صحيح. لم يتوقف الادباء شعرا ونثرا وسردا عن الكتابه عن القدس وتحديدا هنالك مرحله كانت الكتابه فيها عن القدس غزيره جدا القرن السادس الهجري الذي شهد احتلال القدس من قبل الصليبيين وتحريرها على يد صلاح الدين صحيح. في تلك المرحلة كانت هنالك اداب كثيرة مزدهرة وتحديدا الشعر في تلك المرحلة وهنالك كتاب مهم للدكتور عبد الجليل عبد المهدي القدس في شعر الحروب الصليبية الصليبية طيب فلنؤصل لادب القدس، حدثنا عن تلك المرحلة واهميتها القدس مدينة في الوجدان، مدينة تاريخية لدى الشعراء ما حل بها في عهد الحروب الصليبية زلزال ثقافي وجداني في نفوسهم شعرا ونثرا، انا ساتكلم يعني سابقى في دائره الشعر عندما نعود الى تلك الفتره وصف النقاد ومنهم الدكتور عبد الجليل عبد المهدي ما وصف هذه النصوص بانها الادب الباكي تاره والادب المقاوم تاره اخرى، الادب الباكي الذي وثق حاله الخذلان عندما ذهب أبناء بلاد الشام إلى إلى العراق وإلى المغرب وإلى مصر وغيرها من البلدان وثق الأدب الباكي من من الانكسار وثق أدب الأدب الباكي من الصمت على الفاجعة وأيضا هذه المرحله التي طالت بانتصارات جزئيه بتحشيد بصمود بمحاولات لاسترداد مدينه القدس شهدت هذه الانتصارات انعكاسات في نفوس الشعراء الذين انحازوا الى هذه القضيه وبالتالي لدينا أدب باكي وأدب مقاوم منذ ذلك التاريخ منذ عندما ذلك الوقت منذ ذلك التاريخ ومنذ ذلك جميل. الوقت نعم وأنا أريد أن أقف أستاذ ياسر وجمهورنا الكريم وعزيزي جعفر إلى أن التوصيف الذي قاله الدكتور عبد المهدي في كتابه إلى أن الأدب سياسي اجتماعي الأدب السياسي في هناك أدباء في هذه اللحظة يريدون أن يعزلوا الأدب السياسي يريدون أن يبتعدوا عن الحالة السياسية لظروف كثيرة عندما نتكلم عن قضايا الأوطان نتكلم عن أدب سياسي اجتماعي تماما مثل ما وصفه الدكتور في كتابه ومثل ما وصف في يعني أدب تلك المرحلة إذا نحن نتكلم عن فاجعة اجتماعية فاجعة دينية تاريخية حضارية انعكست سياسيا لا يمكن للأديب أن لا يذكر دمعة الطفل لا يمكن للأديب أن لا يذكر انتفاضة مقاوم لا يمكن للأديب أن, يتك... أن يتغاضى عن ما تكلم به المؤرخون في المرحلة الصليبية من أبناء أوروبا عندما وقف وعندما صعد عدد من الجنود, الجنود الاحتلال الصليبي على أسطح المنازل وبدأوا يتلذذون بمرأة الدم المسفوح في الطرقات للشيوخ والنساء والأطفال هذه الفاجعة عندما انعكست في نفوس أبو الفداء والأبيوردي وغيرهم من شعراء المرحلة انعكست فاجعة وأدبا هذا الأدب الباكي بعد ذلك انتقل إلى أدب صمود أدب نهوض أدب مقاومة وبالتالي يعني من لا امس له لا حاضر له من لا يرى دور الادباء من لا يرى كيف فجعنا بالقدس بالامس وكيف تم استردادها وكيف كان موقف الادباء والشعراء في هذه المرحله المهمه التي قاربت 92 عاما يعني لا يمكن له ان يتعامل بهذا الشكل اليوم اليوم احنا نعود بالذاكره الى الامس نحتفظ بهذه الذاكره، نجدد هذه الذاكره، يقول لي شاعر انه والله خذلنا الادباء، نعم وبالامس خذلوا، ذهب ذهبت وفود من بلاد الشام الى العراق والى غيرها من الدول وعندما راوا تنافس السلاطين وتنافس الحكومات وعدم اهتمامهم بما يجري في القدس ومذابح القدس اخبروا الادباء اخبروا الناس بما بـ بـ بهذا التشرذم بهذا الخذلان فانعكس واقعا شعريا وقف الشعراء هذا في القرن السادس الهجري هذا الكلام في القرن السادس وكأنه الهجري وكانه الاغراض نفسها يعني التباكي موجود وادب المقاومه موجود منذ تلك المرحله نعم يعني الاغراض الشعريه, الشعرية نفسها, نفسها صحيح طيب استاذ آه، جعفر انتقل اليك هل هنالك سبب غير السبب الديني يجعل من القدس محورا ادبيا يتمركز النتاج حوله يعني نجد الكثير جدا من الادباء ربما غير المؤمنين او اللادينيين يكتبون في موضوع القدس نعم، إذا أردنا النظر يعني إلى الشعراء العرب والمسلمين، سنجد أن فعلاً السبب الديني هو هو السبب الـ يكاد يكون السبب الأهم. لكن إذا أردنا أن ننظر إليها بـ بعين أوسع، بعين الإنسانية، سنجد أن الحق بتجرده هو السبب الأكبر والأوسع. لأن السبب الديني مرتبط بنا كمسلمين أو كمسيحيين عرب خاصة. لكن بالنسبة للنظر الأشمل سنجد أن الحق هو هو الأهم يعني أنا كفلسطيني لا أو أنا كإنسان لا أستطيع أن أقف موقف المتفرج من أي حق يسلب من أهله إذا 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 وقفت هذا الموقف فأنا أتخلى عن إنسانيتي ليس عن جزء من إنسانيتي بل عن إنسانيتي وكذلك أي اي جزء من من بلادي المسلوبه هو جزء مقدس بغض النظر هل كان في عين غيري مقدس او غير مقدس فهو جزء مقدس بالنسبه لي لانه حق لي وانا حقوقي كامله بالنسبه لي هي حقوق مقدسه رمزيه رمزيه القدس دينيا وتاريخيا رمزيه عاليه وتعطيها رمز قدسية مقدسه فوق قدسيتها بالنسبه لنا وهذا ما يجعل القدس يعني ماده زخمه وتزخر بالادب وبالشعر على على مدار التاريخ منذ كما اشرت منذ الحروب الصليبيه الى الى الان طيب استاذ سمير القضيه الفلسطينيه حضرت ايضا بقوه في الادب العالمي انتصر لها كثير من كبار أدباء وكتاب العالم آخرهم يعني راجع مقطع مؤخرا بكثرة على وسائل التواصل للمطرب البريطاني روجر وورترز يعني كان يقول لبايدن هل تقبل بأن يأتي مستوطن أحمق ويستولي على, ويستولي على, بيتك لكن إذا عدنا كما ذكرنا في التقرير كبار أدباء العالم أدباء نوبل انحازوا للقضية الفلسطينية ضد, ضد العنصرية الإسرائيلية توني موريسون احد اهم الادباء الامريكان والعالميين في القرن لا. العشرين جونتر جراس اوراهام بامو كلهم ادباء نوبل انحازوا لفلسطين هل يعني هذا فشلا للادب الصهيوني وحامل جائزه نوبل شيموئيل عجنون اخذ نوبل ب 66 لكن لم يستطع لم يترك اثرا لم يستطع ان يقاوم المد الادبي العالمي القوي المناهض لعنصريه اسرائيل يا أستاذ هذا السؤال بحد ذاته مؤتمر. حقيقة الله يبارك فيك. غسان كنفاني رحمه الله دق جدران الخزان مبكرا عندما تكلم صحيح. عن الأدب الصهيوني، تكلم عن عن مخاطره، تكلم عن قضية مهمة جدا أن المشروع الصهيوني في فلسطين يحاول أن يصنع مشهدا ثقافيا أمام الأمريكان والأوروبيين والعالم أنه تفضلوا هذه دولة اسمها إسرائيل ولدينا أدباء. <applause> وبالتالي التنبيه المبكر من غسان كنفاني الى الادب الصهيوني كان لكي يتوجه الاديب العربي والفلسطيني والعالمي الى أن انتبهوا ترى احنا في... نحن في معركه مهمه معركه الوعي والادب والثقافه <applause> في عندنا عده مسارات عمل عليها الشعب الفلسطيني والعربي والمسلم والانساني الفلسطيني الذي توزعت الجغرافيا به <applause> الأديب والمثقف الذي انتقل في أرجاء الأرض <applause> اليوم لما احنا نشوف جريدة القبس وهي تضع على الغلاف الأساسي بالكويت عند الأستاذ جعفر صفحة كاملة لقبة الصخرة هذه الجريده التي رسم فيها ناجي العالي سنوات طويله صحيح على صفحتها الاخيره صحيح عندما نتكلم عن المؤتمرات التي كان يجوب فيها شرقا وغربا الشاعر عبد الكريم الكرمي ابو سلمى عندما نتكلم عن محمود درويش احنا نتكلم عن راشد حسين مم الذي توفاه الله في امريكا نتكلم الله عن ادباء عن جمعيات عن عمل وطني فلسطيني في اوروبا في اسيا في افريقيا الامر لم يقتصر عند الفلسطينيين الامر حمله ابناء العروبه أبناء الوطن العربي منذ اللحظة الأولى مه. أحمد محرم في فلسطين في, في, في مصر محمد مهدي الجواهري كما رأينا في التقرير اليوم محمد مهدي الجواهري على فكرة ذهب إلى يافا قبل الاحتلال بشهور صحيح. وألقى القصيدة الشهيرة و... و... ونبه إلى المجزرة والكارثة القادمة عندما يقف شاعر عربي في يافا قبل النكبة ليقول انتبهوا ليقول احذروا فنحن أمام حدث مهم أنا أريد أن أضيء في هذه العجالة إلى تراكم التجارب الفلسطينية والعربية في أوروبا وفي أمريكا أضيء غير إدوارد سعيد أنا أريد أن ألفت أيضا إلى الدكتورة والشاعرة والمترجمة سلمة الخضراء الجيوسي جيوسي نعم. التي كان لديها مشروعا كان أطلقت مشروعا للترجمة أرادت أن تقدم المشروع الأدبي الحر الإنساني إلى العالم ماذا لدينا؟ ما هي المظلوميه؟ ما هو ما هو الحق الذي سلب منا؟ ما هو الشعر الذي نريد ان نوصله الى الناس؟ هل نريد ان نصل الى الادب الباكي فقط؟ الادب المقاوم؟ نريد أن, ان ان يعني ان نرسل هذه القضيه، انا اذكر يعني توامه الاغنيه بعد سلمى الجيوسي، توامه الاغنيه زنابق لمزهريه فيروز. مم سميح القاسم اطلقها من ارض الثمانية 48 وسط الحصار. صحيح تلقفها خالد الشيخ في البحر البحرين وتلقفتها رجاء بالمليح في المغرب مم من مم الشرق والغرب وقدم اغنيه جميل استثنائيه طالب بعض الفنانين الاجانب بترجمتها الى يعني استاذ سمير حسب ما افهم منك بانه الادباء الفلسطينيين والعرب هم الذين اوصلوا ادباء الغرب كبار كتاب الكرب الغرب الى هذه القناعه بمناصره القضيه الفلسطينيه؟ القضيه الفلسطينيه بعدالتها وابناء ها المؤمنين بها من فلسطين والعالم العربي مم الذين توزعت بهم الاخطار عنا الان ناس هذا منجز كبير جدا يعني ونصر نصر كبير طبعا بلا شك عندما عندما يكتب احمد محرم في 1933 قصيده بعنوان نكبه فلسطين مم هذا هذا التقدم الذي تقدم به على السياسي نحت المفردة نحت المصطلح نكبت فلسطين ب فلسطين في جريدة الوقائع المصرية في م. نوفمبر 1933 تخيل الذي نحت المصطلح هو شاعر وبالتالي جميل. عندما نتكلم عن الادب الباكي ثم نتكلم عن الادب المقاوم نتكلم عن ادب الانتفاضه انا بما اني في 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 اسف في الان في في قناه سوريا الشاعر الراحل فيصل الحجي الشاعر السوري الراحل نعم. عندما راى مشهد الطفل محمد الدره م. ماذا قال ويعدنا على الخذلان قال الطفل محمد الدره بانتفاضه الاقصى استشهد خلف ابي متمترسا قال محمد دره الشهداء قل لي من الانكى عليك من الخصوم ويسرد قصيده طويله يقول فيها ومن بخلوا عليك بنصل سيف فلم تشهر سوى الحجر الكريم ومن منحوا الصهاينه اعترافا وقد طعنوا القضية في الصميم وبالتالي الشاعر العربي كان لديه وعي لما أحمد مطر يتكلم في اللافتة يعني الثور فر من حظيرة البقر لما مظفر النواب حكينا عن أحمد نروح للمشرق للمغرب المغرب العربي, العربي نروح لليمن محمد الزبيري يا سيدي نرجع لسوريا عمر أبو ريشة رحمه الله <سؤال> يعني ربوى معتصماه انطلقت ملء نعم. أفواه الصبايا اليتم لامست أسماعهم لكن لكنها لم تلامس نخوة المعتصم هذا الكبرياء الذي عند عمر أبو ريشة يطرق به يعني كل ابواب المتخاذلين اين انتم من قضيه فلسطين طيب هذا هذا استاذ سمير باب كبير الحمد لله يعني لا. لم يب... لا،, لا يوجد يمكن شاعر عربي لم يكتب في في فلسطين ويتشرف بالكتابه عن 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 القدس وقدسيتها اشرت الى مساله الحقيقه تدعوني الى سؤال للاستاذ جعفر جفر. اشرت الى جريده القبس لا. والصفحه الاولى التي صدرت منذ يومين وثلاثه للقدس الشريف استاذ جعفر حضرتك تقيم في الكويت والحقيقه الكويت تشهد نشاطا ادبيا عظيما نصره للقدس والقضيه الفلسطينيه الان وفي كل حين حقيقه وهذا يبدو مشهدا عربيا عاما الان ما مردود التفاف الادباء والفنانين العرب حول القضيه الفلسطينيه والقدس برايك هل يشكلون حاله قياديه او تنويريه للشارع او حاله ضاغطه على الانظمه السياسيه ربما الحسابات السياسيه في العالم العربي يعني حسابات معقده غير مبرره في معظمها او في كلها لكنها تبقى حسابات معقده بالنسبه للوضع في الشارع العربي يعني استذكر ما قاله رئيس وزراء الكيان الصهيوني ان الشارع العربي هو العقبه الكبرى وقد انتشر يعني هاشتاج واصبح ترند في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي مفاده انا عقبه نعم في في الكويت وفي الوطن العربي اصبح الجميع فعلا عقبات امام التمدد التطبيعي مع الكيان الصهيوني وتمدد الكيان الصهيوني في الشارع العربي. م. بالنسبه للكويت الكويت لها خصوصيه كبرى في هذا المجال. يعني في الكويت الموقف الشعبي يتحد مع الموقف الرسمي في خطابه في موقفه من الكيان الصهيوني ومن تعامله مع الكيان الصهيوني الكويتيون قد يختلفون في أمور كثيرة بوجهات النظر في أمور كثيرة لكنهم يتحدون على قلب رجل واحد في مسألة موقفهم من جعفة. القضية أريد الفلسطينية أريد أن ومن أن أؤكد الحق الفلسطيني أريد أن أؤكد على دور الأدباء في هذه الحالة نعم بالنسبه لل... لل... لل يعني هذا ينعكس على الحياه الفنيه والادبيه في الكويت يجعل الادباء والفنانون في الصف الاول من 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 موقفهم من تنوي... يعني مساله تنويريه ترشيديه وحشد للقضيه الفلسطينيه لا يكاد يكون هناك فعاليه استضافه في سواء على وسائل التواصل الاجتماعي في 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 الفضائيات في القنوات الرسميه او القنوات الخاصه الا ويكون هناك يعني تواجد لفنان او تواجد لرياضي، تواجد لاديب، شاعر، روائي غيرهم جميعهم يقفون موقفا واحدا من القضيه الفلسطينيه وهذا يجعل الكويت قدوه في في هذا المجال، الكويت على كل الاصعده، سواء اصعده فنيه، اصعده ادبيه، اجتماعيه، هم فعلا يعني يشكلون حاله خاصه، حاله متوحده، في يعني ضد هذا الموجه الموجه التطبيعيه التي التي حصلت وان شاء الله الان تنحسر من من الوطن العربي. ساتي ساتي ان شاء الله على هذا الملف واريد ان اشير الى ان يعني لحاله النهضه الادبيه وقياده الادباء والفنانين ربما المشاركه في قياده حاله الشارع الان التنويريه الحقيقه هي حاله عامه في الوطن العربي يعني نرصدها الان في وسائل التواصل في الكويت موجوده بشكل كبير في الاردن في قطر في تونس في المغرب في الجزائر في سوريا بطبيعه الحال في السعوديه الكثير من الادباء والمثقفين ايضا يعني يشنون حمله تعاطف هائله ايضا مع القدس ومع الفلسطينيين ولكن دائما لدينا ولكن يا استاذ سمير بعض هؤلاء الادباء لا اريد ان اكثرهم بعض هؤلاء الادباء والفنانين الذين ينتصرون بكل ما يستطيعون للقضيه الفلسطينيه ولقدسيه القدس هم يسيرون في ركاب دكتاتوريات بلدانهم ويعادون شعوب بلدانهم ويقفون مع طغاه من بشار الاسد الى الحوثي الى حسن نصر الله الى كل هؤلاء الطغاه يقفون معهم ويدعون ويزعمون انهم مع قضيه فلسطين هل يستوي الامر؟ وبالنسبه لكم كشعب فلسطيني هل مم. هذا الامر واضح يعني سيدي شوف هذا الموضوع مهم جدا يعني الكواكبي رحمه الله يعني اثاره منذ وقت مبكر حول قضيه الطغيان حول قضيه الاستبداد مم. مفهوم الحريات الحقيقيه وبالتالي عندما نتكلم عن مفهوم الحريه الحقيقيه وتاتي لتطبقها على ارض الواقع تجد من الطبيعي بمكان ان لا يستوي لديك يعني لن تناصر محتلا ولن تناصر مستبدا هذا من المسلمات الحقيقيه والفكريه المعرفيه التي وثقها من كتب ومن نادى حقيقه بموضوع الحريه بالنسبه لنا تحديدا هذه الاشكاليه اصبحت بمنعطف اكثر وضوحا بعد الربيع العربي ممكن يتغنى بفلسطين لموروث انا افهمه انه مثلا والله هو كان لديه بعد وطني بعد قومي لكن اذا فهمت هذا الامر فانا لا افهم انك ستوافق المجرم على ذبح شعبه وذبح شعبه مم. الذي هو يناصرني وهو يدعو لي وهو يكتب لفلسطين وبالاخير هي امه واحده مم. حقيقه يعني ليست الشعارات وانما هي الامه الواحده شخصيا مؤسسيا ابن فلسطين لا ارى فرق لا ارى فرقا بين العدوان والطغيان العدوان مرفوض جميل ومحارب أكيد والطغيان مرفوض ومحارب أكيد الذي ذبح في سوريا وفي اليمن في أنا, انا على فكره انا انا كنت في مصر وفي صنعاء وفي دمشق <applause> و, و القصائد التي حفظتها للبرادوني والبرازي وال والزبيري عليهم رحمه الله عن الحريه ونزار قباني وابو ريشه ومصر لكل الادباء الذين نادوا بالحريه لا يوجد حريه اسست ل ل لطاغيه ومستبد لا يوجد شاعر حقيقي انحاز الى طاغيه جميل. لا يوجد هو مهمته بالاساس ازعاج السلطات مهمه المثقف ازعاج السلطات <applause> يعني يا سيدي شوف بغض النظر الان ساضرب مثالا مثلا الكوميديا السوداء التي كتبها محمد الماغوط في لن اخون وطني هذا ساخون وطني هذ اسف ساخون وطني في في كتاب عنوان صادم عندما تذهب الى الكتاب وعندما تقرا وتتجول في صفحاته تجد محمد المغوط لا يريد وطنا فيه استبداد صحيح. لا يريد وطنا فيه عبداً. فساد عبداً. لا يريد وطنا يتخاذل عن قضيه امته وبالتالي الذي يقرا كتاب محمد المغوط ساخون وطني الصفحات الاولى يعني يمكن الى نصف الصفحه نصف الكتاب وهو يعني لا يكاد يغيب عن فلسطين ولا عن لبنان ولا عن سوريا ولا عن القدس م. وبالتالي ال هو يريد ان يقول ساخون وطن الفاسدين المتامرين والطغاة نحن ثمين. نقول بوضوح الذي يريد أن, يتو ان يتوضا حرا عزيزا منتصرا في ساحات المسجد الاقصى وكنيسه القيامه وكنيسه المهد عليه ان يتبرأ من الطغاة المستبدين. احسنت استاذ جعفر اشرت في حديثك منذ قليل الى موضوع التطبيع. طيب انت من الناشطين بقوه ضد التطبيع بعض الانظمه العربيه مع العدو الاسرائيلي. هل لمستم للادب والفن دورا فاعلا في احباط هذا التطبيع والحيلوله بينه وبين تحقيق اهدافه على المستوى الشعبي يعني وانت دقيق جدا ليس فقط في محاربه التطبيع في محاوله اي يعني حاله تمس الحاله الفلسطينيه بك... بكاملها، حتى رابطه الادباء الكويتيين عندما اصدرت بيانا تضامنيا منذ يومين كتبت القدس الشرقيه فانت اعترضت وقلت ليس هنالك قدس شرقيه، القدس هي قدس واحده فلسطينيه. تفضل. نعم. الحقيقة يعني الأدب والفن وسيلتان فاعلتان جدا في هذا المجال نحن نجأنا على على الشعر وقصائد العديد من الشعراء الفلسطينيين والعرب التي شكلت الوعي المقاوم بمفهومه الأدبي والجمالي وشكلت أيضا ليس فقط وعينا ولكن وعي الملايين من العرب ومن الأشخاص حول العالم عرفت الكيان الصهيوني على أنه أيقونة قبح وإفساد للجمال وسلب الحريات وسلب الحياة الحياة بمفهومها المادي والمعنوي جميل يعني لو أخذنا على سبيل المثال للحصر قصيدة أمل دنقل لا تصالح يعني نجدها منذ أكثر من أربعين سنة على ولادتها أو على كتابتها ما تزال تردد في كل محفل يشار اليه في التطبيع تردد ضد هذا ضد هذا المد التطبيعي الحاضر حاليا وغيرها طبعا من العشرات القصائد والروايات التي ما تزال حيه في وجدان الشارع العربي والشعب العربي والعالم كلها يعني اقول الشعوب قد تغيب عفوا قد تغيب قد تغيب إعلاميا قد يصدر لنا صورة إعلامية مشوهة عن عن الرضا في في الشارع العربي، لكن جميعا نعلم ان هذه الصوره يعني مشوهه وليست الصوره الحقيقيه. قد يغيب صوت الحق لكنه لن يغيب ابدا. بالنسبه لي يعني ضروري جدا ان نكون واضحين وان نكون دقيقين في اختيار المصطلحات التي يعني نصوغها في مواجهتنا للباطل لانه يعني عدونا ليس عدوا غبيا عدونا ذكي ويعني يهاجمنا ان يهاجمنا بلغتنا فهذه مصيبه كبرى وطامه كبرى وتكون المصيبه اكبر عندما يعني واجهه ادبيه تعرف ما تقول أو هذا المفترض منها أنها تعرف ما تقول وتنتقي كلماتها بدقة أن يعني ستؤخذ, ستؤخذ عليها هذه الكلمة إن لم يكن منا نحن الفلسطينيين أو العرب فمن أعدائنا فلماذا نعطي هذه هذا الكيان أو غيره من المتربصين هذه الفرصة الفرصة على طبق من ذهب ليغتالون منها ليضربون منها لذلك يعني أنا دائما أشدد على أنه يجب أن نكون اختيارنا لمفرداتنا ومصطلحاتنا وخطابنا الموجه سواء الموجه لنا للعامة أو الموجه ضد ضد أعدائنا يجب أن يكون يعني خطابا عالي الدقة عالي الوضوح أن نكون واضحون بكل أن نكون واضحين بكل ما نريد أن نقوله أن نقوله نحن ضد الكيان الصهيوني نحن لنا القدس كامله لنا فلسطين كامله من بحرها الى نهرها لا نقول لنا ان نطالب بفلسطين 67 او و... فلسطين 48 وان قالوا لا هناك فلسطين واحده هناك و... قدس واحده جميل. هناك شتات فلسطين يجب ان يعود الى ارضه كاملا لا نقول جميل. آ... جميل. يعني لا نجزئ لا الفلسطيني كشعب ولا فلسطين كارض وان قالوا هذا كلام يعني حالم ليس واقعي فنقول لهم وما مهمه الشعر الا ان لا يكون واقعيا يعني ان يرسم عالما موازيا نعم. هذه مهمته وهذه هي صنعته اساسا صحيح. صحيح. بقي معي دقيقه واحده استاذ سمير نعم. الان آه حراك ادبي وفني كبير جدا ولكنه فردي نجد شبه غياب للمؤسسات الثقافيه الأدبية الفنية الرسمية وغير الرسمية أقول شبه غياب وليس غياب لا. كامل ما سبب هذا الغياب وكيف يمكن ترميمه شبه الغياب أتفق معك بالمصطلح هناك فروقات في أن مؤسسات فلسطينية القدس حاضرة فيها حقيقة خارج فلسطين المؤسسات قليلة جدا والدور علينا حقيقة صعب وفق الإمكانيات المحدودة والقليلة ولكن نقوم بدورنا المؤسسات العربية هناك مؤسسات عربية القدس حاضرة فيها بالمناسبات للأسف عندما تستجد بعض المناسبات تأتي ويعود البرنامج إلى واجهتها وهذا هذه إشكالية القدس حاضرة لديها في المناسبات تحتاج هذه المؤسسات أن ان تراجع ديمومه المنهج الثقافي <applause> لديها لكن للاسف هناك بعض المؤسسات التي انحازت سياساتها في بلدانها الى موضوع التطبيع غابت فلسطين عنها غابت القدس عنها وبالتالي لا وزارة الثقافه ولا مؤسسات ثقافيه تعمل من هذا من ولكن أجل الاحداث الاخيره اثبتت بان فلسطين والقدس حاضره بلا في في قلوب وارواح 400 مليون عربي ونريد ان نطور هذا الحضور ونعززه وننشره م. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سمير عطية وأشكر أيضا الأستاذ جعفر حجاوي كان معنا من الكويت شكرا جزيلا أستاذ جعفر كل الشكر لكم فاصل قصير ننتقل بعده إلى مكتب الضمائر متصلة حيث تفتح زميلتي آسيا هشام كتابا يتناول سيرة فلسطيني قاد الجهاد العالمي ولكن خارج فلسطين انتظرونا إن كان الشعراء والمتحمسون من الناس يدعون دائماً إلى فتح الحدود للذود عن الأقصى وعموم فلسطين، فإن مؤسس مفهوم الجهاد العالمي ابن فلسطين عبد الله عزام اختار أن يقاتل في مكان آخر. فما هي قصته؟ وكيف كان صعود نجمه؟ زميلتي آسيا هشام تستضيف مترجم كتاب القافلة عبد الله عزام وصعود الجهاد العالمي ليحكي لنا قصة الرجل. منذ النشأة إلى الخواتيم. تفضلوا بالمتابعة. أهلا بكم. قبل سنوات قليلة من قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، ولد في جنين طفل. سوف يموت في الثامنة والأربعين من عمره في بيشاور الباكستانية، ليصبح اغتياله أغمض جريمة في تاريخ الحركات الجهادية. عبد الله عزام الاب الروحي لعرب افغانستان والمؤسس الفكري لمفهوم الجهاد العالمي العابر للحدود الذي قامت على ارثه اعتى التنظيمات الارهابيه المتطرفه في العالم العربي كيف سارت الحياة بهذا الشيخ الفلسطيني اللاجئ الذي حضر النكبة طفلا ونكسة حزيران شابا ليلعب دورا هاما في الحرب بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في افغانستان بعد ان كان مدرسا جامعيا للشريعة في الاردن؟ القافلة عبد الله عزام وصعود الجهاد العالمي كتاب يستقصي سيرة الرجل ومسيرة حياته وارثه الثقيل. بك معنا استاذ عبيده عامر وانت مترجم كتاب القافله لتوماس هيغامر. في البدايه ما هو المفهوم الجديد للجهاد الذي قدمه عزام عبد الله عزام وجعله الاب الروحي لحركه الجهاد العالمي العابره للحدود. اهلا بك يا أنساسيا اسيا واهلا بالجمهور الكريم. أه عبد الله عزام أه انضج منظور الجهاد العالمي في كتابه أه تحرير اراضي المسلمين من اهم فروض الاعيان الصادر عام عام 1985 اثناء جهاده في افغانستان. الفكره تقوم باختصار هي فكره بسيطه التي قدمها عبد الله عزام، تقوم باختصار كما يظهر في عنوان الكتاب على ان الجهاد لتحرير اراضي المسلمين هو فرض عين، وبالتالي فهو فرض على كل مسلم يستطيع ان يشارك في في هذه العمليه. بهذه الحاله نقل عبد الله عزام الاولويه من تغيير الانظمه الحاكمه الى تحرير اراضي المسلمين. والعامل الأهم أنه ألغى أي سلطة شخصية أو سياسية أو شرعية على أي مسلم لكي يستشير أو يسأل قبل أن يشارك بالجهاد بمعنى آخر هو قام بعملية خصخصة وشخصنة للجهاد لتصبح بشكل لتصبح عملية شخصية يقوم بها كل مسلم بشكل, بشكل فرد. بشكل فردي نعم. طيب قال الكاتب بأن هزيمة السبعة وستين أثرت في شخصية عبد الله عزام الجهادية كيف؟ هيك أه هامر المختص في الشؤون الجهادية وكاتب يعني له أيضا كتابات في هذا الشأن قبل ذلك أه لفت النظر لمحطة مهمة في تاريخ الحركة الإسلامية المسلحة تحديدًا وهي محطة ما عرف بقواعد الشيوخ مم. قواعد الشيوخ كانت هي أه معسكر للإخوان المسلمين. ضمن معسكرات الفلسطينيين التي كانت موجوده على الحدود الاردنيه الفلسطينيه عام 1967، شارك عبد الله عزام عام 1969 وخاض بعض العمليات وعاش حياه المعسكرات الصعبه والخشنه وكان لها اثرين رئيسيين على شخصيته وعلى اثره لاحقا، اولا هو انه ذاق تجربه مختلفه تماما، ظل يذكرها ويتذكرها طيله حياته كلما حانت الفرصه المناسبه لذلك، والاثر الثاني هي انها اعطته شرعيه شخصيه. فهو لم يكن مجرد با... يعني مجرد دكتور في العلوم الشرعيه او مجرد عالم ازهري هو ايضا كان مجاهد سابق ومقاتل سابق خاض هذه طيب ليتلقى. هذا المجاهد هذا الدكتور المدرس الجامعي خرج من الضفه الغربيه لاجئا اليس من الاحرى به ان يعود الى الضفه مجاهدا بدل من ان يذهب الى افغانستان يعني ما الذي حرف البوصله وجعله يذهب الى افغانستان ليحررها بدلا من تحرير فلسطين يعني هذه احد ابرز واكثر الانتقادات التي توجه لعبد الله عزام مثل ما ذكرت هي حتى توصف ايضا بحرف البوصله بهذا المصطلح لكن عند النظر الدقيق وهو ما قام به هيج لكل حياه عبد الله عزام وكل كتاباته ومحاضراته بهذا الشان نجد انها اقل تناقض مما تبدو عليه لأن عبد الله عزام يقدم حجة براغماتية لهذا المساق ولا يقدم حجة عقدية بمعنى أنه يقول أنه الآن ليس من الممكن القتال في فلسطين ولا يمكن العمل والتدريب وتحرير فلسطين فهل, فهل ننتظر حتى تحين فرصة مناسبة أم نستعد ونتدرب انطلاقا من هذه النقطة هو أيضا أسس الاستراتيجية لهذا العمل قال بها أن أفغانستان تمثل ما يسميه بين قوسين القاعدة الصلبة التي توفر الأرضية والتدريب والسلاح والاعتاد لتشكيل جيش يكون قادر على تحرير فلسطين ولذلك فهو يعني لم 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 يغير اولوياته بمعنى او باخر وانما فقط استغل اللحظه المناسبه بطريقه براغماتيه وعمليه عزام خرج من جبه الاخوان المسلمين الذين كانوا يقومون بثورات محليه على الانظمه القمعيه بشكل عام هذا القمع كما يقول هيغ هذا القمع هو ما تسبب في تحول حركه الجهاد الى العالميه الان هذا التصور او هذا الاستنتاج ألا يبرئ ساحة أمريكا مثلا عندما تحالفت مع حركة الجهاد في أفغانستان ودعمتها ضد السوفيت ألا يبرئ ساحتها من كل ما تتهم به المنطقة العربية من دعم للإرهاب وغير ذلك يعني هاجمر يعني وضع هذا الكتاب الطويل ليوضح هذه الفصول المختلفة من الرحلة التي أسمها بالقافلة أيضا التي ما زالت تسير كما يقول الفصل الأول نعم هو فصل القمع هو الذي كان السبب والدافع الذي عزز وأدى بالناشطين السياسيين سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين للخروج من مناطقهم والبحث عن مناطق أخرى ينشطون بها ويتحركون بها وهو ما أدى لنشوء ظواهر مثل العرب الأفغان التي انبثق منها الجهاد العالمي لكن بقية الفصول يعني هناك بقية الفصول هناك حكومات أخرى تتلقى اللوم وهيك همر كان واعي لذلك وخصص لها قسم خاص في الخاتمة تحديداً فهو يوجه اللوم للدول الداعمة للجهاد الأفغاني وعلى رأسها أمريكا وباكستان والسعودية بكونها سهلت حركة هؤلاء الناشطين وتركتهم يتحركون دون قيد ودون شرط. العامل احد الدول التي تلام ايضا هي الاتحاد السوفيتي الذي كان تدخله العسكري هو الاحتلال الذي اعتمد عليه عزام اساسا للتنظير لهذه الفكره، يكن الاتحاد السوفيتي يحتل افغانستان لو كان يتدخل مثلا عن بعد بدعم حكومه لما لما تشكلت هذه الظاهره بهذا الحجم، لكن ايضا الحكومه الاكبر الحكومات العالميه كلها التي تلقى اللوم في النهايه هي التي تخلت عن افغانستان وتخلت عنها بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي وتركتها ارض مليئه بعدم الاستقرار والفوضى مما ادى لظهور طالبان بدايه ثم احتواء طالبان لتنظيم القاعدة واستمرار هذه الحركة لكن أود أن أؤكد على نقطة وهيك همر يؤكد عليها أيضا في أكثر من موضع في الكتاب هي أن الجهاد العالمي وحركة الجهاد العالمي هي حركة فاعلة وليست حركة متأثرة هي تتحرك وفق مساراتها تتحرك وفق أيديولوجياتها وليست كما يراد أن يصور لها دائما من باب التبرير من باب تسهيل من تبسيط التحليل أنها حركة لعبة بيد الحكومة طيب افكار عزام المشجعه للتمرد على السلطات الدينيه المحليه سوف تؤدي الى نشوء تنظيمات متطرفه في المستقبل في العالم المؤلف همر يتوقع انها ستخالف عبد الله عزام مع انها نشات على افكاره هل يمكن ان تذكر لنا امثله هل يمكن ان نشرح؟ نعم هو هذه فكره ايضا مره اخرى هذه فكره عزام فكره عفوا همر بوصف الكتاب بالقافله ما يقصد بالقافلة هو حركة الجهاد العالمية هو يصف حركة الجهاد العالمي بأنها أكثر الحركات المتمردة العابرة للحدود ليونة وانتشارا وتغيرا نعم عزام وضع هذه الأفكار لكن لكنه توقف عند حد الدفاع عن أراضي المسلمين فجاءت القاعدة وأخذت هذه الفكرة وطورتها للهجوم على من تصفهم بالعدو البعيد على الكفار في أراضيهم بعد ذلك عام 2003 كانت كان تنظيم الدولة في العراق قبل أن يصل إلى سوريا هو بشكل ما توسع بدائرة التكفير وتوسع بدائرة استهداف المدنيين وتوسع بدائرة العمليات الانتحارية بعد ذلك أتت جبهة النصرة وانشقت عن تنظيم القاعدة الذي يعني ما يريد هامر أن يوضحه هي أن هذه القافلة كانت مرنة جدا وقا ودائما تتغير وتتطور السبب الرئيسي لذلك هي أنها قامت على فكرة رفض السلطة بما فيها سلطة عزام نفسه بالمناسبة مم. فعزام نفسه يعني نعم آه عندما جاء بعض العسكريين الذين رفضوا أفكاره لم لم يستجيبوا لاستشاراته لنصائحه عندما كانت في أفغانستان وهذا مثل ما ذكرنا آه السبب الرئيسي هو عدم وجود أي سلطة عدم إطاعة أي سلطة وبنفس الوقت عدم تأسيس هياكل يمكن أن تحتوي أولئك الراغبين بالعمل أو المستائين الذين يمكن ان ان يشطحوا عن عن الافكار الرئيسيه التي وضعها عزام. طيب عبد الله عزام هو الاب الروحي لاسامه بن لادن. أه. لماذا لم يستحوذ على الشهره التي نالها بن لادن؟ يعني الزمان والمكان يلعبون دور رئيسي في ذلك. ما اقصده هو يعني الزمان ما اقصده بالزمان هو ان عبد الله عزام تم اغتياله عام 1989. الان تقريبا 30 سنه مرت على ذلك ولذلك فنحن يعني هذا الوقت الطويل كان وقت مليء ايضا بالاحداث ولذلك هذا يمكن ان ينسي شخصيات مثل عزام ربما اهم من عزام ايضا. المكان ايضا ما اقصده هو ان مشاركه كل مشاركه عبد الله عزام هي مشاركه في صراعات اقليميه بينما اسامه بن لادن استهدف قلب العالم، استهدف امريكا. ماذا عن علاقات عزام الضمنيه مع الانظمه؟ كان دائما يعني كان مدفوع عبد الله عزام كان مدفوع بحاله براغماتيه لكن يعني قبل علاقات مع الأنظمة أود أن أؤكد أنه نعم ربما يكون أسامة بن لادن أشهر من من عبد الله عزام كميا بمعنى أنه معروف أكثر الجميع أنها العالم لكن تأثير عبد الله عزام تأثير أكبر ونوعي ويظهر ذلك بأنه تقريبا هو أن يكون شخصية الإسلامية الوحيدة التي تجمع عليها كل الحركات الإسلامية المحلية والعالمية السلمية والمسلحة كلها تجمع على شخصية عبد الله عزام وتستشهد بكتاباته وتستشهد بتاثيرات له تاثير عبد الله عزام وصل الى انه قد يكون الشخصيه الوحيده في العالم الشخصيه الاسلاميه الوحيده التي الذي يملك 11 مسجد باسمه في مختلف بلدان الشرق الاوسط ولديه بالمناسبه شارع باسمه هنا في في اسطنبول ماذا عن العلاقات الضمنيه بين عبد الله عزام والانظمه آه، عبد الله عزام كان يعني كان مدفوع بهذه البراغماتيه التي تحدثنا عنها بتعامله وفي تحركاته حتى في افكاره يعني بالدرجة الأولى عبد الله عزام وصول الأفغانستان هو نتيجة قمعه في في عدة أو بداية تهجيره ونزوحه من فلسطين ثم قمعه في عدة دول هو كان في الأردن لم يستطع يتحرك براحته وفي السعودية ذهب لمدة قصيرة ولم لم يواتي له العمل هناك لكن استفاد من نزعة كانت يعني يصفها قمر بأنها نزعة الوحدوية الإسلامية الساعية لتوحيد العالم الإسلامي وكانت منتشرة في تلك الفترة في الحجاز في السعودية وأخذت أبعاد بداية إنسانية ودبلوماسية وفكرية بمعنى أن كل المسلمين يجب أن يتكاتفوا معا إذا استهدف أحد البلدان وما إلى ذلك، ثم تحولت إلى استفاد منها حتى في دعم العمل العسكري، فهو كان على تواصل وكان على علاقات ضمنية حذرة مع مع الأنظمة، لكنه لم كان دائما يصل لنقطة افتراق معها، وهناك يعني أحد الفصول هو فصل اسمه عدو، الفصل قبل الفصل قبل قبل الأخير قبل أن يتم اغتياله. كان عبد الله عزام لا يجد اي مكان يذهب اليه بسبب اعدائه لجميع الانظمه ما فيها النظام الباكستاني حينها الذي كان يطارده. شكرا لك أه عبيده عامر مترجم كتاب القافله لتوماس هيغامر على كل هذه المعلومات. الشكر لك يا سياسية وشكرا للجمهور الكريم على هذه الاستضافه شكرا جزيلا. عوده مشاهدينا الى الاستوديو والزميل ياسر. المعتمد ابن عباد الملك الهمام والشاعر الرقيق أحد أشهر ملوك الأندلس في عصر ممالك الطوائف لم يدم له العز طويلاً ففي نهاية القرن السادس الهجري قرر أمير المرابطين يوسف بن تاشفين أن يوحد سائر ممالك الأندلس تحت سلطته وذلك بعد تشرذمها وبعد أن قاتل في معركة الزلاقة إلى جانب المعتمد بن عباد انقلب عليه في العام التالي وأخذه أسيرا إلى المغرب، وهناك في أغمات قضى المعتمد بن عباد آخر خمس سنوات من حياته بين السجن والنفي. مرحلة عجفاء صعبة جدا في حياة المعتمد الذي تقبلها ولكن كانت صعبة على زوجته وبناته، زوجته اعتماد الرميكية تذكرونها صاحبة يوم الطين. التي قالت له والله ما رأيت معك يوما أبيض فقال لها ولا يوم الطين ويوم الطين تعلمونه اليوم الذي وضع لها في بركة أو صنع لها بركة من مسك وعنبر كي تطأها وتدوسها بقدميها هي وبناتها بناتها بنات العز في هناك في أغمات في النفي صرنا يشتغلن في الغزل حتى يحصلن قوت يومهن وفي صبحية عيد أيها الأحبة جئنا إلى السجن لزيارة والدهن فرأى طمورهن ونحولهن وثيابهن الرثة وأقدامهن الحافية فقال واحدة من القصائد الوجدانية الخالدة نذكر بها فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا وكان عيدك باللذات معمورا وكنت تحسب ان العيد مسعده فساءك العيد في اغمات مأسورة ترى بناتك في الاطمار جائعه في لبسهن رايت الفقر مسطورا معاشهن بعيد العز ممتهن يغزلن للناس لا يملكن قطميرا يطان في الطين والاقدام حافيه تشكو فراق حذاء كان موفورا افطرت في العيد لا عادت اساءته ولست يا عيد مني اليوم معذورا وكنت تحسب ان الفطر مبتهج فعاد فطرك للاكباد تفطيرا قد كان دهرك ان تامره ممتثلا لما امرت وكان الفعل مبرورا وكم حكمت على الاقوام في صلف فردك الدهر منهيا ومامورا من بات بعدك في ملك يسر به او بات يهنا باللذات مسرورا ولم تعظه عواد الدهر اذ وقعت فانما بات في الاحلام مغرورا وكذا الدنيا اذا ما عز ناس ذل ناس جعل الله ايامكم عزا دائما ايها الاحبه اراكم السبت المقبل الى اللقاء